طيب تقييمات لاعبي الاهلي بقى يا كابتن، ابتديها بالشناوي كابتن ابو الدهب. 6. تديله 6 كابتن؟ يعني اديله 5. هو اول في واحده بالهيدر الشوط الاولاني بالهيدر. لا والانفراد اللي هو مضيعه اللعيب اللي هو استلمها وحطها كده وطلع عليه الشناوي وقفلها، ما شفتهاش في الشوط الاولاني؟ انا شفت الكره اللي هي كانت ضربه حره من ناحيه الشمال وطلع كورتين كويسين واتحط وهو حاطط ايده عليها زي الجون كده. طيب 6 و5. تمام. هاني يا كابتن ابو الدهب. 5. خش بقى على كل اللعيبه بقى 2 و3. لا اديني هاني. طيب اخد واحد واحد. 3. 3. كابتن ابو الدهب عبد المنعم. 4. كابتن رضا. هم بالامانه 2 بس اللي ينضموا لمنتخب مصر من كل التيم ده، الشناوي ومحمد عبد المنعم. تديله كام عبد المنعم؟ اديله 5. 5. رامي ربيع يا كابتن ابو الدهب. 3. كابتن رضا. 4. 4. معلول يا كابتن. 4. كان مجهد. 1. كان مجهد. يعني كان برضه المفروض ما يلعبش الماتشات بتاعت تونس؟ ما المفروض ما بيلعبش. لا المفروض ان النادي الاهلي يا فاروق، المفروض ما قلتش ما يلعبش، انا بقول لك المفروض ان النادي الاهلي من دلوقتي يكون مجهز بديل لعلي معلول. بس انت مجهد دي معناها ان هو المفروض ما كان ما يلعبش. هو لعب ماتشين، ما لعب في تونس. ايوه لعبين. لكن انت في لعيبه ما لعبتش الا ماتش الاهلي. ما ادوش ليه؟ بص يا ابو عفرو ما تقعدش. لا انا بس عشان كده يا عم كمل. قال لك كان المفروض لعيبه الاهلي تلعب. ده وانا قلت لك الكلام ده وبيقول لي هو مجهد دلوقتي. لا وانا بقول لك انت هتختار. ولازم هو يكون مجهد من الماتشات. امال مجهد من ايه؟ ما في حاجات تانية كتير في الحياه زي كده يا ابو عفرو. زي طيب. لا السفر رايح جاي وترانزيت. ما السفر رايح جاي. معلول كام كده؟ معلول كابتن رضا. كابتن رضا هتجيله كده يجي لك كده. واحد. معلول واحد. علي معلول واحد. كانش في حد. ديانج يا كابتن. ديانج. نجم اللقاء. تمام. 8. طبعا 9. تمام. هو الوحيد اللي كان بيلعب في الفرقتين. مروان عطيه. كابتن. 3. كابتن. 0. انت مش قلت الراجل اتظلم؟ ايوه اتظلم فين؟ في التشكيله. ان هو يلعب. لا انا بتكلم على امام عاشور. امام عاشور. امام عاشور ورضا سليم. لكن مروان عطيه ما. لا انا قلت لك قفشه يلعب مكان امام. تمام. وهما الاثنين يلعبوا ديفندرات. تمام. 0. صفر. ما هو السبب في ضربه. طيب. الجزاء. امام عاشور يا كابتن رضا. هو السبب في ضربه الجزاء اللي خسرتك الكاس. طيب امام عاشور. ولا هتدي له 10؟ امام عاشور. لا ما هو ده بقى اللي اتظلم هو ورضا سليم. بصراحه يعني تديله كام؟ تديله كام؟ لا على الشوطه اللي شاطها وحصل اللغط بتاع الجون والكلام ده اديله 6. كابتن ابو الدهب. اديله 7 فروق. وخلي بالك امام عاشور هيتهاجم الفتره اللي جايه وفي ناس بتتربص له، المفروض هو يسد ودنه. طيب رضا سليم يا كابتن. اديله 6 برضه. لعيب كويس كابتن. هو مش وحش بس هو غصب عنه الفرقه كلها مش فايقه. الفرقه حاله اللعيبه امبارح الحقيقه مش لا يعني انت جاي على فرقه جديده، الفرقه الاول لما بيكون لعيب جديد بتشيله. هاي كهربا كابتن ابو الدهب. 4. كابتن رضا. ده بقول لك ضيع واحده امبارح بس سمعتها في الراديو انفراد. ضيع واحده انفراد صح؟ ياخد 2. لكن انت بقيه الماتش شفته. شفتوش والله كنت راكب كنا مع قدام. طيب بيرسي تاو. بس بقول لك الفرصه دي ما تضيعش. يعني ما اعرفش بقى على حسب الناس اللي في الراديو والكلام ده بقول لك فرصه. بيرسي تاو. ما لحقش. لا بس هو الصراحه نزل الفتره اللي يعني أيوة حرك ماشي. الدنيا شويه. ما هو بص ما ده لازم يلعب من البدايه. انا ماليش دعوه، انا ده عنصر اساسي في كل البطولات اللي انا خدتها، ده ما يقعدش على الدكه. تمام. تديله كام يا كابتن؟ انا مش هقيمه على ابو سهل لان احنا متفقين ان هم دول يعني بالذات بيرسي تاو وقفشه فاروق ان هم كانوا يبداوا فانت بتديهم ماشي. لا خاين يا كابتن اديهم 5. 5. طيب نتكلم في صلاح محسن يا كابتن برضه. يعني ما قلناش حسين الشحات. حسين الشحات. حسين الشحات احنا نسينا حسين يا جماعه. 3. 3؟ لان بيمسك كوره كتير دلوقتي واخد بالك ويعني لا انت يا حسين الفتره اللي كان احمد عبد القادر قاعد لك بره كم كهربا كان مخليك بترقص عشان تجيب جون عشان تعمل جون. تمام. ما هي دي بقى حاجه من ضمن المساوئ بتاع الكولر. ليه؟ طول ما كان احمد عبد القادر موجود وحسين الشحات الاثنين بينافسوا فده كان في مصلحه النادي الاهلي. صلاح محسن يا كابتن. 3. كابتن عمر رضا. 3. 3. قفش. 5. كابتن. نفسه 5 برضه. طيب طاهر محمد طاهر يا كابتن. 0. كابتن.
كابتن كابتن رضا؟ صفر، يعني ما حسيتش بيه برضه للاسف. ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم ما لحقش. لا ما لحقش يا فاروق، ما هو نازل لهدف ما لحقش، وبرضه وطار برضه ما لحقش.